في صحيح البخاري يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند البخاري، فإذا بأبي بكر قد أتى وقد رفع ثوبه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن عنده: إن صاحبكم قد غامر. غامر لها معاني، لكن من أشهرها من أنه خاصم ودخل في أمر عظيم وهو يريد المسابقة إلى الخير، هذا معنى غامر، يشمل كل ما قيل في ذلك: إن صاحبكم قد غامر. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني من الخصومة، فأردت منه أن يغفر لي. في الرواية الأخرى عند البخاري: أن يستغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه أتى إلى أبي بكر فلم يجده فندم رضي الله عنه، ثم أتى، فلما أتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تغيرت نظارة وجهه من شدة الغضب، فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه خيفة من أن ينزل سخط بعمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما جثى على ركبتيه، قال: يا رسول الله، كنت أظلم، كنت أظلم، يعني كنت أظلم من عمر، يعني أنا الذي ابتدأت ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما رؤي أبو بكر رضي الله عنه أنه أوذي بعد ذلك من أجل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. وفي رواية أخرى عند البخاري بإثبات النون: فهل تاركون لي صاحبي. وهذا ينقض ما قيل من أن النون حذفت من أحد الرواة، وإنما حذفت من أجل ماذا؟ من أجل أمور، منها على وجه الاختصار، لأن هذا المقام ليس مقاما لتبيينها، من بينها من أن وجود الجار والمجرور لا يؤثر، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضيف أبا بكر إليه مرتين تعظيما لمنزلة أبي بكر رضي الله عنه: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. ولذا هذا يدل كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، يدل على فضيلة أبي بكر على جميع الصحابة على وجه الإطلاق، وأنه كما قال ابن حجر من أن الفاضل من أنه لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، كحال عمر مع أبي بكر، وهذا لا يدل على انحطاط منزلة عمر رضي الله عنه، وإنما هو بيان لمنزلة أبي بكر رضي الله عنه. ولذا عند البخاري كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نخير زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان